بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في مكانكم، في بلدكم، في جامعتكم، وفي مديرية الشباب الرياضة والاستاذ الرياضي، وخاصة على هذا الحمام الجميل في جو شعري جميل اللي حضراتكم أضفتوا لي بهجة وسعادة. فنحن سعداء وجودنا معكم، ونتمنى لحضراتكم إقامة طيبة وسعيدة وجميلة ومنافسات شيقة، ومن الآن إن شاء الله الرحمن الرحيم كلنا فائزون. أنقل لحضراتكم تحيات رئيس جمعيتنا أستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، أستاذ الدكتور صفا نائب رئيس الجامعة شمل التعليم والطلاب. أنا سعيد أن أنا أكون بجوار سعادة أستاذ أشرف القاضي أمين عام الجامعة، كله شباب وحيوية وخلق وأداء، وله بصمات واضحة في كلية التربية الرياضية ورعاية الشباب. أيضا زملائي أستاذ إسماعيل الزهري مدير عام رعاية الشباب، والدكتور هاني جعفر، وزملائي رعاية الشباب المركزية والكليات بجامعة سوهاج، اللي زي ما ذكر أشرف القاضي الحقيقة الفضل لله ثم ليهم في كل اللقاءات على مستوى الجامعة أو مستوى الجامعات. فللأمانة احنا بنكون دفع عليهم، يعني استاذ اسماعيل بالجهاز المحترم اللي معاه شباب رياضي ثقافي اجتماعي فني، والانسات والسيدات اهل الرجاله هم دايما اللي بيقوموا بالنشاط الكامل. واحنا تعالى يا دكتور احضر معانا الافتتاح، تعالى قول كلمه في الافتتاح، تعالى شارك معانا. لكن هم علشان يعني خلقهم العالي ودايما يعني يتنازلوا عن حقوقهم، فيقولوا ان احنا مشاركين وتعبانين، لكن بصراحه بفضل الله سبحانه وتعالى وثم رعاية الشباب وإدارة الجامعة للدكتور نبيل الذي لا يألو جهدا وعطاء ماديا ومدنيا ومعنويا لشباب الجامعة، وخاصة في الأنشطة. احنا بنكون في منتهى السعادة لما بنطلع أي لقاء خارج الجامعة، أو بتشرفونا حضراتكم. وأول ما جيت بقول الدكتور هاني أنا يعني ما شاء الله فرحان إن في وجوه كثيرة جديدة ما شفتهاش في المنصورة من كام شهر ولا كفر الشيخ. لأ أنا بروح أي مكان لقى الترحاب والمقابلة الطيبة وقضاء المصالح في ضوء يعني وجهتها الصحيحة، فدي مكاسب ما بلهاش إلا من خلال أنشطة رياضية ثقافية اجتماعية. أنا بأكد على كلام أشرف القاضي، إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا في نعمة. مصر محفوظة من قبل المولى سبحانه وتعالى كما ذكرت في القرآن الكريم 7 مرات، وربنا سبحانه وتعالى أحطها بالأمن والأمان، وهذه أكبر نعمة. هذه أكبر نعمة، نحن نعيش في أمن وأمان. والكمال لله سبحانه وتعالى، لا يمكن الجميع يجمع على شخص معين، ولكن حقيقة قيادتنا جميعا وخاصة السيد رئيس الجمهورية يعطي في مجالات عديدة كما قال ومحاور متوازية، فلا بد أن نؤازره ونناصره، وكل يعمل في مكانه، الطالب في جامعته والزميل في رعاية الشباب أو أي إدارة عضو أي تدريس، كلنا لازم نشارك في نماء بلدنا ورقي بلدنا علشان نخطو بها خطوات وقفزات سريعة إلى الأمام. لا أنسى برضو أشكر العلاقات العامة في الجامعة وأمن الجامعة والمصورين الجمال الموجودين معانا، واعتذار الدكتور نبيل والدكتور صفا عن الحضور لظروف خارج عن إرادتهم. أهلا بحضراتكم، شرفتونا ونورتونا، واللقاء لقاء تعارف وحب وأخوي واحترام. ومن الآن لا نقول الكلمة التقليدية، لو في أي تقصير سامحونا عليها بجد، مش هقول إحنا لا، رعاية الشباب المحترمة اجتهدت في الوصول يعني بكل الإعدادات والتجهيزات والإقامة والتغذية والإفنتات إلى شكل طيب. ساعدونا حضراتكم في أن إحنا ننجح بأمر الله سبحانه وتعالى، والنجاح لطلاب الجامعات جميعا ليس لطلاب جامعة سوهاج. أشكر حضراتكم، موفقين وسعداء بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.